نعمروهم حبوب ديال الفاصوليا، حبوب الفاصوليا بحال هكذا يابسه باش ما كيتنفخوش لينا، ومن بعد كنحتفظوا بهذه الحبوب دائما كنستعملوهم للكيش. بالنسبه للحشوه ديال الكيش ديالنا غنحتاجوا بصله مقطعه قطع صغيره، الفلفل الاحمر والاصفر، قليل من البقدونس، قليل من الفلفل الاسود والابيض، قليل من الملح، ديك صدر الديك الرومي يكون مقطع قطع صغيره، وعلى نار تكون خافضه كنضيفو ملعقتين فقط من الزيت. صافي كنبقاو تنشحرو البصل ديالنا حتى كيكبر، كنزيدو عليه الفلفل الاصفر والاحمر، الا كان حتى الاخضر ممكن، من بعد كنزيدو عليه قطع الديك الرومي والفلفل الاسود والابيض، صافي، وقليل من الملح، قليل من الجوزة، وتنبقاو نسوطيوه حتى كيتشحر جيدا حتى كيطيب. صافي وتنخليو الحشوة ديالنا تتبرد شوية تتدفى، وهاد تنعمرو ليكيش ديالنا. ندوزو دابا باش نشوفو لاباري ديال ليكيش. هذه الحشوه ديالنا صافي، دابا راه بدات متاخدش منا حتى شي 10 ديال الدقائق هكذا فقط، ودابا غادي نطفيو عليه النار نخليوها يبرد شويه، وندوزو نوجدو على لاباري ديال ليكيش. بالنسبه لاباري ديالنا ديال ليكيش كنحتاجو جوج قطع ديال الجبن مثلث، جوج بيضات، ملعقة من الدقيق، ياغورت طبيعي، قليل من الجبن المبشور، قليل جدا من الفلفل الأسود والأبيض، قليل من الملح، وتنخلط الكل جيدا ونشوف الطريقة النهائية. وهذه كتبقى هي الطريقة مشاهدينا. كناخدو داك الخليط كنخويوه فوق الكيش ديالنا بحال هكدا، خليط البيض والياغورت، أنا غنكمل الباقي ونتلاقاو النتيجة النهائية الشكل النهائي إن شاء الله. وهذا تيبقى هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا، هانتوما من بعد ما خرجتو من الفرن، كنتمنى يعجبوكم وبالصحة والراحة. وهذا تيبقى هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا، هانتوما من بعد ما خرجتو من الفرن، كنتمنى يعجبوكم وبالصحة والراحة.